حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، حكومة الخدمات منذ اليوم الأول شرعت بوضع الخدمات للمواطنين ضمن أولوياتها التي لا يمكن التماهل بها. فبعد الوعود التي أطلقتها والمشاريع على مستوى عدة قطاعات منها الخدمية والصحية والاهتمام بإعادة تأهيل البنى التحتية لبعض المناطق المنسية، اليوم تتجه الحكومة إلى ما تبقى من الخطوات بتقديم حزمة قرارات ومشاريع للنهوض بالواقع العام للبلد. ووضعت حكومة الخدمات نصب عيونها الشراكات مع دول أخرى وكذلك السعي لإصلاح المنظومة الكهربائية. كل هذه المشاريع تعد منجز واضح بوقت قياسي بحسب المراقبين، وكذلك سقف زمني لم يتعدى 4 أشهر من عمر الحكومة منذ بداية شروعها بالمهام المناط بها. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فسنناقش أزمة المياه في العراق والتي فرضتها جملة متغيرات الأساس فيها سياسة الإطلاقات الجائرة التي تمارسها تركيا. فبحسب الشراكات والمؤشرات الصادرة من الجهات المعنية التي سجلت انخفاضا حادا في المناسيب الداخلة للعراق من دول المصب أو عفوا من دول المنبع، لترفع هذه التقارير من نسبة خطر الجفاف الذي بات يهدد فعليا الحياة في العراق. وثاني هذه الأسباب غياب الإدارة الواقعية الصحيحة للموارد المائية. وأمام هذه المعطيات تبدو خيارات التعامل مع الشحة المائية تضيق تدريجيا، مستثنى من ذلك الآمال المتعلقة والجهود الدبلوماسية. هذه ملفات حصدنا لهذه الليلة مشاهدينا، نناقشها تباعا ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، ما نسي منها وما أهمل، الحكومة توجه بوصلة اهتمامها للمشاريع الخدمية بعد جولة مشاريع سابقة وأعمال وخدمات واقعية عكفت على تقديمها بشكل جدي. ثورة إصلاحية تنموية تسعى بها الحكومة الحالية لتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطن. فنتابع التفاصيل مع زميلة نهى الشمري. 2023 عام المشاريع والخدمات، هكذا أوعد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للنهوض بالواقع الخدمي. فرغم الكثير من التحديات والمعوقات التي عرقلت سير عمل الحكومة الحالية، إلا أن الشارع العراقي اليوم يشيد بما قدمته الحكومة خلال المدة القليلة الماضية على مستوى جميع القطاعات وبحسب الأولويات. القطاع الصحي وتوفير فرص العمل من خلال تأهيل القطاع الخاص، وكذلك القرارات الصارمة التي أطلقتها حكومة الخدمات لتوازن الاقتصاد المحلي للبلد بعد أزمة ارتفاع الدولار، إضافة إلى تعديل القرارات الخاصة بالمتقاعدين وإعانة الطبقات الفقيرة من خلال توزيع المستحقات، والكثير من الخطوات الأخرى ترجح كفة الحكومة الحالية وتعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية التي رسمت له صورة مغايرة عما قدمته الحكومات الماضية. فالتعهد الذي طرحه السوداني لمواجهة المعرقلات التي تمنع تأهيل المشاريع المتلكئة وتؤخرها بعد اختيار الشركات المنفذة الخاضعة لمعايير فنية، يراها المراقبون خطوات جدية وحقيقية للنهوض بواقع البلد، وستسهم بحل الكثير من المشاكل التي تواجه المواطن بعد عقود من الإهمال والمعاناة للمشاريع المتهالكة والمنسية. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد عضو مركز الهدف للتحليل السياسي الأستاذ حسين الكناني. أهلا بكم أستاذ حسين، وكذلك الترحيب بالمحلل السياسي الأستاذ مفيد السعدي. أهلا بك سيد مفيد، وأبدأ معك أستاذ حسين. وعود الحكومية في بداية تسنمها لمهامها ببرنامجها الحكومي اللي طرحته على أساس منحت الثقة كرئيس لمجلس الوزراء وكحكومة أجمع. هذه الوعود بداية وصفت بأنها سقفها مرتفع، وعود غير واقعية. بعد هذه الخطوات الحكومية وهذه الخطط الملتزمة بها، هل أثبتت حكومة السوداني أنها فعلا تستطيع تنفيذ هذه الوعود؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك أستاذ مفيد، تحية وإكرام. وبالتالي أعتقد أنه الحكومة مع أنه عمرها قصير نسبيا، لا يمكن أن يتم تقييمها بشكل موضوعي، هي الآن تسير بالاتجاه الصحيح وبخطوات ثابتة. التحديات كبيرة من حيث أنه هنالك يعني كل القطاعات التي ممكن أن تكون منطلق لتنفيذ الوعود أو ما تعهدت به الحكومة أمام البرلمان أو أمام الشعب، باعتبار أنه هي حكومة خدمات. نلاحظ هنالك سعي حثيث من هذه الحكومة وبوادر جيدة حتى هذه اللحظة. كما ذكرت هنالك تحديات كبيرة، قد الأسباب تكون خارجة عن إرادة هذه الحكومة، تركة ثقيلة، بالإضافة لمافيات فساد ما زالت هي اللي موجودة في أغلب هذه المؤسسات، ممكن أن تؤخر، لكن مع الإصرار من قبل حكومة محمد الشيعي السوداني أعتقد أنها لحتى هذه اللحظة أثبتت إمكانية أن تفي بوعودها أمام البرلمان وأمام الكتل السياسية. طيب أستاذ حسين، ستقول أنه الفترة قصيرة جدا، يمكن لا تتعدى الأربعة أشهر، لا يمكن تقييمها على أساس هذه الفترة، لكن على الأقل ماذا يؤشر أداء الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة؟ وصفت بالإيجابي وبالطريق الصحيح. حتى هذه اللحظة تعمل عمل حثيث من أجل إثبات التزامها أو تأكيد التزامها أمام الشعب. كما ذكرت هنالك قد تكون أسباب أثرت على هذه المنجزات، مسألة ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار الحدث الأبرز. نلاحظ هنالك عمل كثير خصوصا في التوسعة في الطرق، المشاريع التي طرحت، حتى مسألة الحزم الإصلاحية التي قدمتها للمتقاعدين حتى هذه اللحظة بوادر جيدة، وهنالك رغبة وإرادة حقيقية من قبل الحكومة. طيب، كما ذكرت تركة ثقيلة، وبالتالي هي محاولة من قبل حكومة محمد الشيعي السوداني لإرسال انطباع جيد عنها، وأعتقد أنها نجحت حتى هذه اللحظة. الملفات الفساد أيضا ملفات معقدة وشائكة. اليوم هنالك مذكرات اعتقال أو استخدام بحق وزير المالية وكذلك مدير مكتب الكاظمي السابق رائد جوحي، وهذه يؤشر على أن الحكومة بكل أركانها تعمل على فتح هذه الملفات المعقدة، ملفات الفساد، ملفات الخدمة الجيدة، تحاول أن تظهر الحكومة للشعب على أنها تستحق أن تمنح هذه الثقة. هذه الصورة التي تعكسها الحكومة بأدائها للشعب، هذا محور راح نناقشه بشكل مستفيض، لكن دعني أنتقل إلى سيد مفيد. أهلا بك سيد مفيد مرة أخرى، وودنا أسألك ماذا يؤشر أداء هذه الحكومة خلال هذه الفترة؟ يمكن سيد حسين وصفها بالمنجزات، لكنها أغلبها حاليا مشاريع وخطط وقرارات من الحكومة، هل يمكن وصفها بالمنجزات؟ نعم، تحية طيبة لكم جميع مشاهديكم الكرام ولا ضيفك الكريم سيد حسين. طبعا هي نسميها إنجازات، ربما لا تصل إلى مرحلة الإعجازات في ظل حكومات سابقة، لأن الحكومة الحالية حكومة السيد السوداني استندت على نقاط القوة التي تمتلكها، ونفس الوقت هي استثمرت بعض النقاط التحديات التي تواجهها، وأيضا استثمرت العامل الخارجي، الصراع الخارجي الذي لابد من أن يذهب باتجاه استقرار الساحة العراقية والصراع أو الحرب الأوكرانية الروسية، أيضا هذه من النقاط الإيجابية الخارجية. أما النقاط الداخلية أو التحديات الموجودة، هو وجود غريم
أو خصم سياسي غير لا استهان به وقد حدد بمدة زمنية، نفس الوقت وجود بعض البقايا أو حرارة تشرين الذي يحدد به الشارع وتهدد به الحكومة الحالية، إضافة إلى أيقنة جميع نقطة الارتكاز القوية كل ما موجود في الساحة العراقية الساحة السياسية إن كان شريك أو خارج التشكيلة الوزارية الحكومية. إذا تسمح لي قاطعك، يعني مثلا حركة تشرين، التظاهرات السابقة، حتى هذه الحكومة وصفت لعدة أسباب بأنها حكومة الفرصة الأخيرة، هذا الحراك الذي جرى سياسيا وشعبيا كان دافع لإنجاح هذه الحكومة؟ هو ليس حكومة الفرصة، هذا مجرد أحد البالونات الضغط على الطبقة السياسية الحاكمة بصورة عامة، لكن أنا أتكلم بلغة الجمع، حتى من بينهم حراك تشرين لابد أن يقدم خدمة. اليوم المواطن لا ينتخب مفيد إذا ما قدم له خدمة، كان جهة سياسية ماذا قدمت، سوت التطوعات للسنوات بهذه اللهجة. فإذا اليوم أيقن الجميع اليوم كل دافع بأن يقدم الخدمات، هذه النقطة اليوم جعلت من عمر قليل وقصير من الحكومة الحالية أن تقدم هكذا كم من الخدمات والخدمة للمواطن. نفس الوقت اليوم لابد من الدفع بهذه الحكومة، لأن بالتالي ستكون بالنهاية انتخابات، وعندها المواطن سيعاقب كل جهة سياسية لم تعمل ولم وتقف حال أمام الحكومة الحالية. إضافة إلى خبرة السيد السوداني من خلال تسلمه المناصب أيضا جعلته يعرف كيف تدار واقع الدولة العراقية، وأيضا المفاصل التي ممكن أن تعطل إمكانية تلك الخدمات. طيب المقدمة. بالمقابل أيضا كان لدينا رؤساء حكومات لديهم إمكانيات سياسية وخبرات سياسية، يعني هل يمكن إذا يعني كانت هناك فرصة للمقارنة سيد مفيد، يعني ما الفرق بين هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها؟ يعني الدعم المحلي سياسيا خصوصا من الإطار الشيعي، والدعم الدولي كذلك اللي تحصل عليها الحكومة، يعني لهذه الدرجة هذا الدعم هو مهم بإنجاح الحكومة بتقديم الخدمات والنجاح بتقديم هذه المشاريع للبلد؟ بالسابق كان هناك الكل يرى من أجل التخاصم، أخاصمك وأقطع عنك الخدمة وحاول عرقل مشاريعك الموجودة، مثل قوانين كثيرة لدى حكومة السيد المالكي في دورتين وحكومة السيد ايضا العبادي وكذلك السيد عادل، كان هناك العامل الخارجي عامل ضاغط ان تكون الساحه العراقيه ساحه محرقه او صراع خارجي. نفس الوقت الساحه الاحزاب الداخليه تتصارع من اجل اسقاط مشاريعها، مشاريع اسقاط هذه الحكومه ومن يقف معها كحزب او كمكون حتى يقولوا ما يقولوا عليها. نفس الوقت لا يوجد هناك انسجام ما بينهم. اليوم اختلف اللجنة السيف عن الإرهاب وعصابات داعش الإجرامية والسفارة الأمريكية وغيرها من المشاريع اليوم كانت ضاغطة أن لا تقدم الخدمة، لكن استمرت العجلة، وأيضا ربما تكون تلك المراحل الانتقالية إلى مرحلة تأسيسية، أنا أسميها مرحلة السيد السوداني حاليا مرحلة تأسيسية بعد مراحل انتقالية من العمل السياسي والديمقراطي في الساحة العراقية. هاي ستؤسس إلى ربما إلى 4 عقود من الاستقرار الشبه نسبي، يعني استقرار نسبي نعيشه، لكن بالمرحلة ربما نعيش الاستقرار التام. هذا يقف الاستقرار التام على مدى، يقف على مدى الوعي الكبير لدى كل المكونات السياسية مشكلة ائتلاف إدارة الدولة أن يعي بتقوية القرار السياسي الداخلي. عندها نستطيع أن نكون لاعب أساسي على مستوى لعبة المحاور أو أصرع الدول الإقليمية من أجل طرح واقع العراق أمام مشاريع استراتيجية مثل مشروع طريق الحرير، ربط السكك مع الصين بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعراق، الواقع مد أنبوب الغاز القطري باتجاه تركيا ولا أوروبا، إذا نمشي على موضوع الاستثمار بادية السماوة، كل المشاريع التي ربما تكون العراق سلة الطاقة وسلة الغذاء العالمية ممكن يقف على قوة القرار السياسي الداخلي. نستطيع أن كل نجمع كل هذه الملفات والمشاريع، وهذا له علاقة وثيقة ربما بالدعم الداخلي سياسيا والدعم الدولي، الدعم الداخلي واستثمار الخلافات الخارجية مع انتهاء كل الاتفاقات بعد 100 سنة من الآن. طيب أستاذ حسين ذكرت نقطة ومحور مهم، ما تقدمه الحكومة حاليا، المسار اللي تسير به وملتزمة به حكومة الخدمات، هل هو كفيل بإعادة ثقة الشارع بالعملية السياسية؟ الثقة ضرورة لابد أن تعمل عليها الحكومة وكذلك الكتل السياسية،
وأصبح هنالك يعني انقسام حاد بين الكتل السياسية من خلال الممارسات السابقة والشعب في واد آخر، وتحاول الكتل السياسية أن ترسل رسائل إيجابية. حتى هذه اللحظة يعني أستطيع أن أقيم أداء هذه الكتل يعني دون المتوسط حقيقة. الحكومة، نعم الحكومة اليوم أكون انطباع جيد عند الشارع بصورة عامة، حتى مسألة معارضتها قد لا تلقى أي أذن صاغية. أي معارضة أستاذ حسين حاليا؟ ائتلاف إدارة الدولة، الأكراد، الأطراف السنية، كلهم داعمين لأداء السوداني، حكومته والمجتمع الدولي، أمم المتحدة وأغلب المجتمع الدولي هو داعم. لا، أكو معارضة سياسية. التيار الصدري مثلا هو يعني حاليا ممكن، يعني بعض القوى السياسية تعارض، وإن كان ببعض يعني هو مشترك في الحكومة، لكن بصورة عامة أكو نفس المعارضة حتى هذه اللحظة من خلال الإعلام ومن خلال بعض ما يثير، يعني يحاول أن ينتقص من أداء هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال. لا، لأسباب عديدة. حتى هذه اللحظة لا تجد يعني كثرة استماع لهذه الآراء، والكل ذاهب باتجاه ليش ما يحد يسمع لهذه الآراء؟ ربما لأن الأهم والأولى هو رأي الشارع. حصلت الحكومة أمنت رأي الشارع إلى جانبها بأدائها هذا؟ لا، بالنسبة للحكومة هي تحاول أن تكسب رضا الشارع لعدة أسباب، على الأقل الأسباب انتخابية وسياسية. بعض الكتل لا ترغب أن تكون هنالك، أن تنجح هذه الحكومة، وحتى على مستوى الولايات المتحدة يعني الخصوم الخارجية. أنا أعتقد حتى فترة أخيرة كان هنالك الصحف الأمريكية تصف حكومة محمد الشياع السوداني بأنها حكومة الإطار، والإطار المقرب من إيران، وبالتالي هذا يعني محاولة تلميح على أنه هذه حكومة هي حكومة قريبة من إيران، وتحاول أن يعني تشكك بنوايا وأداء هذه الحكومة. وأظن أن الحكومة حاولت أن ترسل رسائل كثيرة حتى للإدارة الأمريكية على أنها حكومة غير منحازة، هي تحاول أن تبحث عن مصالح الشعب العراقي، هي تريد أن تكون لديها علاقات متزنة مبنية على المصالح المتبادلة، وحتى أنها وصفت الإدارة الأمريكية بأنها إدارة صديقة وليست بصدد معاداة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا الموقف قد لا يلقى قبول من بعض حتى القوى الشيعية، القوى الإطار التنسيقي، باعتبارات كثيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من خربت البلاد، وهي التي تعمل على الفوضى وإدارة، يعني تعمل على يعني إثارة عدم الاستقرار وإدارة التوحش حتى تبرر بقائها في العراق. وبالتالي لابد أن تكون الحكومة العراقية مواقفها أكثر جدية، وأن تسمي الأشياء بمسمياتها. لكن الحكومة العراقية تريد أن يعني أن تجمع هذه الأطراف وهذه الخيوط، ولا تريد أن تفتح مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أنها التزمت بما أراده الفيدرالي الأمريكي. وأنا في تحليلي أنه هذا هو يعني قد يؤدي إلى تقييد الاقتصاد العراقي والثروات العراقية، وقد مقصلة، أنا أسميها مقصلة أمريكية للاقتصاد العراقي. وبالتالي ينبغي على الحكومة أن تعي خطورة الالتزام المطلق لهذه القرارات الأمريكية، وبالتالي تحاول الحكومة أن لا تثير أي مشكلة لا مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها هي من تسيطر على الكثير من القضايا الخارجية ولديها نفوذ كبير في داخل العراق، حتى أن السفيرة الأمريكية هنالك ما أثيرت في الفترة الأخيرة. كثرة التحركات وكثرة أداء السفيرة يعني الغير مبرر، ومحاولة كثرة اللقاءات مع الشخصيات بمستويات مختلفة حتى على مستوى النواب وما دون النواب حتى مع الناشطين، وبالتالي هذا قرينة على أنه هنالك مساحة كبيرة أعطيت للولايات المتحدة، وهذا يعني فيه جنبة يعني خطر على الحكومة وعلى جمهور الذي يدعم الحكومة، وهذا ما لاحظناه من خلال. لكن الجمهور سيد حسين يهمه بالأولوية هو الخدمات المقدمة، المشاريع، 16 مشروع و12 مشروع ومشاريع فك الزحام المروري وغيره،
ومشاريع خدمية وإكساء والجهد الهندسي، هذا مهم بشكل كبير للناس. يمكن أستاذ حسين، وأنتقل إليك سيد مفيد، دعم الحكومات، يعني بحاجة الحكومات إلى الدعم المحلي السياسي، كذلك هناك حاجة إلى تعاون مع السلطة التشريعية. طالما سيد مفيد كانت هناك خلافات وعرقلة للعمل ما بين البرلمان والحكومة، هذا ربما أفشل أو عرقل عمل الحكومات السابقة بشكل كبير بوجود هذه الخلافات، ترى من الضروري أن يدخل مجلس النواب على الخط ويدفع بهذه النهضة الخدمية إلى الأمام من خلال حزمة قوانين وتشريعات تساعد الحكومة على تقديم الخدمة؟ نعم، تعقيبا على ما قال الزميل السادة حسين، طبعا وانت تقول المواطن يريد خدمات، ربما اتفق معك، لكن المواطن يريد ان يحفظ كينونة الاسرة العراقية وابنائه تجاه ما يتلقاه وتنشره السفارة الامريكية والسفيرة الامريكية من سياسة التفاهة والسياسة الناعمة لتضليل الشعوب وتذهب باتجاه صنع ثقافات ربما معادية الثقافة السامية التي متعودين عليها انا وانت. فهدفها هذا من ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تتحرك عليها السفيرة. هذه الأهداف اليوم أنا أخشاها على ابني وأخشاها على عائلتي، كذلك كل فرد عراقي. ما أريد أنا لا شارع مبلط بقدر ما أنا أحافظ على كينونة أسرتي ومجتمع متماسك. عندما ولدنا مجتمع متماسك تجيني بعدين الخدمة تباعا. اليوم السلطات الثلاث هي سلطات تكاملية. بالماضي إحنا من ساعة تكلمنا موضوع لماذا السيد السوداني اليوم والسابق لم يحظى بهذا الاهتمام، كان في الماضي هو اليوم برلمان، هو بالبرلمان معارض وبرا عدة تشكيل حكومة يقف مع الحكومة، فمشوه الصورة بصورة عامة حتى أمام النائب ورئيس الكتلة. لا نعرف المعارضة من ولا نعرف الموالاة لمن، وبالتالي تذهب باتجاه تصب المشكلة باتجاه المكون الأكبر صاحب رئاسة الوزراء اللي هو المكون الشيعي، المراد إسقاطه كمكون بعدم إمكانيته من قيادة الدولة العراقية بعد نظام دكتاتوري ونظام بعثي قمعي بالمنطقة. اليوم طيب، على البرلمان وكتلة الإطار التنسيق، نعني بها كتلة الإطار التنسيقي وحتى مع الكتل الكردستانية الذي لاقت تحديات في الدورات السابقة وكذلك حتى داخل مكون السني، لديهم تحديات داخلية إن كان من إصابات داعش إجرامية على مكون السني. إحنا كمكون شيعي لاقينا بالتاريخ الحديث قبل السنوات حرارة تشرين وما نرى حرارة تشرين، كذلك المكون الكردي لاقى ما لاقى من تهديدات وأيضا بعض من عصابات داعش إلى بعض الجر إقليم كردستان إلى ساحات غير ساحة المعروف طيب بها. هذه ربما تحديات عليها أن اليوم وعت هذه الكتل السياسية، فتريد أن تذهب باتجاه دفع وزخم للحكومة السيد السوداني تحت ائتلاف إدارة الدولة. هو ليس مثل ما كان بالدورة السابقة زمن سيد عادل المهدي، كل الكتل السياسية البرلمان هو كل كتلة الشعب حسب تفسير الدستور، بقدر ما اليوم تفسرت هذه أصبحنا كتلة لراعية رسمي لرئيس الحكومة، هي ربما داعمة بهذا الاتجاه. كذلك كان قلت لك إقناع المواطن، ليس المواطن فقط بغداد ومناطق الوسط الجنوب، بقدر ما مناطق هناك تحدي لدى الشارع السني تحدي وتمزق حتى في الخارطة السنية السياسية. هذا يذهب باتجاه أن يكون دافع قوي أن يدعم بحكومة السيد السوداني وأيضا إسراع بتشريع القوانين. واليوم حتى هذه الخلافات ما بين الأطراف السياسية، ما بين حتى طرف سياسي معين، انعكست بشكل كبير على قضية تقديم الخدمات للمواطن وأداء الحكومات أيضا. أبقى وأرجع مع موضوع مهم يمكن أنتم متفقين عليه، أنه المواطن ما يهمه فقط قضية الخدمات المقدمة، ثم أمور أخرى، التحديات الدولية، مؤامرات خارجية، سيادة البلد. وأعود لك أستاذ حسين، الحكومة خلينا نكون صريحين، حكومة إطار شيعي، نجاح الحكومة ألا يحسب لأطراف الإطار الشيعي؟ طبعا نجاح الحكومة يحسب للإطار الشيعي بشكل مؤكد، ومن هنا تحاول بعض الجهات أن تعتقد أنه فشل هذه الحكومة يعتبر، وهو غير صحيح طبعا، يعتبر الفرصة الأخيرة لهذه الكتل الشيعية. هذه رسائل على أنه في حال عدم قدرة الحكومة وفشلت ينبغي عدم انتخاب هذه الأحزاب وهذه الكتل، ولا أعتقد أنه هذا ممكن. هذه كتل لديها جمهور
وجمهور ثابت، وبالتالي بغض النظر عن أدائها كان يعني مقبول أو غير مقبول، لديها جمهور، وبالتالي سوف تحصل على مقاعد وسوف تدير وسوف تكون مؤثرة بإدارة الدولة. المكون الشيعي والأحزاب الشيعية مع الكثير من الملاحظات على أدائهم بصورة عامة، لكن هم حتى هذه اللحظة هم من يعني تقع عليهم مسؤولية إدارة الدولة، وكل المكتسبات وكل المنجزات التي الآن بيد المواطن العراقي هي نتيجة هذه الإدارة. نعم، المواطن عندما يصل إلى مرحلة قطعا سوف يكون لديه طموح آخر ويرغب بالمزيد من الخدمة الجيدة، بالإضافة لمحاربة الفساد والفاسدين الذين توغلوا بشكل كبير، وأصبحت المسألة أو يسلط الضوء على هؤلاء بشكل مباشر حتى تكون هنالك محاولة لإضعاف هذه الكتل الشيعية. أنا لست بصدد الدفاع عن هذه الكتل، هذه الكتل يعني توجد عليها الكثير من الملاحظات، لكن في المجمل أتكلم عن حاكمية الشيعة. اليوم هنالك طرح يبدأ تناوله، هو مسألة تغيير النظام في يعني النظام السياسي في العراق، والانتقال إلى أو تكون هنالك محاولة طرح نظام رئاسي بدل رئاسة الوزراء. وأعتقد هذه في محاذير كثيرة على الحكم أو حاكمية الشيعة. دعني أسأل سؤال أخير إلى سيد مفيد. سيد مفيد باختصار إذا تسمح، أسلوب السوداني ما تعتقد فعلا أثار حفيظة بعض القوى الشيعية المكونة للإطار بتأكيد السوداني نفسه أنه بيده فقط أن يستبدل الوزير أو أن يبقي عليه، يجب أن لا يخضع الوزير لكتلته مطلقا، هو من صار وزير فقط لا يتحدث بعد بكتلته، بإمكان أن يستبدله ويخلي خيار الكتلة أنه جيبوا لي واحد غيره. هذا أثار حفيظة بعض القوى الشيعية. نعم، شوف اليوم هي ليس حكومة، أنا تعقيبا على السؤال الأستاذ حسين، هي ليس حكومة الإطار التنسيقي، هذا مفهوم خاطئ. لو إلا ما لكانت هي كل الوزراء هم من الإطار التنسيقي نستطيع أن نقول هي حكومة الإطار التنسيقي، ولا نستطيع أن نقول رأس الجمهورية الكردية المكون الكردي وكلهم من المكون الكردي، ولا نقول البرلمان يوم كله سني. هذا ربما مفهوم يعني يعرف الشارع العراقي بان الحكومه لا ما قلنا كله، لكن الاطار هو اللي يقود الحكومه حاليا، جميع المكونات السياسيه حتى لا باكر اخفاق. استاذ مفيد، هو الاطار التنسيقي، استاذ مفيد عفوا هو الاطار، هو يدعي ان هذه حكومه الاطار، يعني حتى لو هو يتبنى الاطار، هو يتولى قياده الحكومه، هو يتبنى هو يتبنى انه هذه الحكومه وانه هذه حكومه اطاريه. نعم، هنالك اكراد، هنالك سنه، لكن هنالك اصرار والاطار هو من كلف باعتبار كتله اكبر. سيد يعني مفيد، لكن تقصد يمكن سيد مفيد اذا تسمح لي استاذ حسين، تقصد انه هي حكومه ائتلاف اداره الدوله بشكل شمولي، حكومه ائتلاف الدوله، هناك بعض وزراء من غير مكونات، هذا حتى لو كان اطلق الاطار قال هاي حكومتنا، فهذا نصحح لهم هذه المعلومه، لان باكر يوم بالسابق كان الشارع يقول هي حكومه شيعيه، حكومه عادل عبد المهدي، وكلها قالت لا احنا كل الحكومه مشتركه بها. اليوم اصبحت حكومه على السودان. في حال كان هناك اخفاق سيد مفيد، ماذا ان تحقق هذا النجاح الذي بدات خطواته الاوليه من قبل الحكومة الحالية، حكومة السوداني خلينا نقول مو الإطار. نعم. ما رأي راح يحسب النجاح فقط للإطار؟ لا، بصورة عامة يجب أن يكون الجميع شريك في المغرم والمغنم. حتى غدا المكون الكردي لديه الشارع ويقول أنا نجحت في الوزارة الفلانية والوزارة الفلانية، كذلك المكون السني أيضا من حقه أن يتباهى بنجاح الوزراء حتى يعرضهم أنها تشكيلة الوزارية نجحت، فأنتم جددوا لي العهد والميثاق حتى أعيدنا، وكذلك المكون نفتخر بما نمتلكه من تكوين وزاري داخل الحكومة الحالية، وأيضا ربما وصلت فكرتك سيد مفيد. شكرا جزيلا لكم المحلل السياسي الأستاذ مفيد السعيدي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم سيد مفيد. شكرا لكم سيد حسين، أرجو أن تبقى معنا. ومشاهدينا الكرام، ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه.
أهلا بكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم بصوت وصورة من بغداد عضو مركز الهدف للتحليل السياسي الأستاذ حسين الكناني. أهلا بك مرة ثانية، وكذلك الترحيب بالمتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية الدكتور خالد شمال. أهلا بك دكتور خالد. وأبدأ معك دكتور خالد، يمكن ارتفع مؤشر الجفاف إلى مستويات مقلقة، الجفاف في هذا وقت من السنة يعني هل يعتبر فعلا مؤشر خطير؟ يعني الجفاف بدأ من الشتاء سيد خالد، إلى أي درجة وصلت حد هذه الأزمة، إلى أي درجة وصلت حد التهديد الحقيقي للبلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الأيام الموقرة. فيما يخص الوضع المائي العراقي، أكيد الوضع المائي العراقي هو ما بين الحرج والحرج جدا لأسباب يعني رئيسية، أربعة أسباب رئيسية. السبب الأول مثل ما ذكرت بمقدمتك الواقعية، موضوع الجفاف اللي يضرب بالعالم ويضرب بالمنطقة بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. المقياس الجفاف العالمي هو 5 درجات، العراق حاليا 3.7 على هذا المقياس، فبالتالي العراق على هذه القراءة أصبح أحد 5 دول الأكثر تضررا بسبب التغيرات المناخية وبمعايير الجفاف. ثانيا الوضع المائي العراقي معقد، كون العراق هو دولة مصاب لنهر دجلة والفرات، وبالتالي الإيرادات المائية تعتمد بنسبة تزيد عن 70% من ما يأتي من دول الجوار المائي. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا يعني التغيرات المناخية ليست في العراق وإنما في كل الدول المجاورة للعراق، وبالتالي أصبح يعني الضرر متداخل ما بين دول الجوار المائي والعراق، لكن نسبة الضرر لإصابة العراق تكاد تكون الأكبر والأشد من تلك الدول بشكل كبير وغير قابل يعني للمقارنة. الأمر الآخر هو قيام دول الجوار المائي وتحديدا تركيا بتنفيذ مشاريع سدود كبرى دون مراعاة الحقوق التاريخية للعراق بنهري دجلة والفرات، ودون مراعاة معايير الأبعاد الإنسانية والأبعاد الدولية في إدارة واقتسام المياه، حتى لم يتم التنسيق مع الجانب العراقي واستحصال الموافقات الطبيعية لإنشاء هكذا سدود. ليس فقط بناء هذه المشاريع، إنما طريقة إدارة سياسة إدارة وتشغيل هذه المشاريع أضرت كثيرا بالعراق. والإمكان أعطيك 4 أرقام بإمكان جنابك الكريم والمشاهدين الأعزاء يتحسون هذا الموضوع اللي أتكلم عنه. طيب، إيراد نهر دجلة اليوم هو 170 متر مكعب بالثانية، في حين يفترض أنه يكون 4 أضعاف هذا الرقم، يعني يفترض يعني الإيراد من تركيا نعم دخول نهر دجلة من تركيا باتجاه سد الموصل، سد الموصل يستلم 170 متر مكعب بالثانية، لكن يتم نطلق الآن من السد 400 متر مكعب. الفرق بين الرقمين هو استنزاف آخر للخزينة الذي هو أساسا في حالة حرجة. طيب، نروح على نهر الفرات أيضا، سد حديث اللي أول منشأ يتلقى المياه من المياه الداخلة من سوريا واللي أساسا تأتي من تركيا، 150 يعني أو 160 متر مكعب، ما بين 150 و 160 متر مكعب بالثانية، في حين نطلق من السد 380 متر مكعب بالثانية، أيضا فرق الرقمين يعني استنزاف للخزينة. هذه الامور تعطيك انطباع واضح ان العراق لا يستلم الا اقل من 25%. طيب، لكن اكو سؤال مهم، يعني الاسباب معروفه تحدثنا عليها طيله سنوات من هذه الازمه. نعم. دكتور خالد، يعني اهم الاسباب تركيا، لو العراق ايضا مقصر من جانب معين، يعني هنا نعم يعني الاعتماد، او خلينا نحكي تحليل الازمه، 70% هي خارجيه و 30% داخليه. نحكي على الازمه الداخليه. الداخليه العراق تقسيمات المياه وايرادات المياه تروح اكثر من 70% الى القطاع الزراعي، والباقي ما بين الاستخدامات المنزليه لمياه الشرب والاستخدامات الصناعيه واستخدامات النفط وانعاش الاهوار وتخفيف يعني ظاهرة الكميات الكبيرة اللي نضبها بالخليج، الكمية الكبيرة تذهب إلى القطاع الزراعي، وما زال القطاع الزراعي يعني يعيش ثقافة وفرة المياه ويستخدم أساليب زراعية مبنية على وفرة المياه ويستخدم خطط زراعية مبنية على وفرة المياه. نعم. وتجاوزات كثيرة تكاد تكون. نرجع بهاي النقاط الأسباب وتفاصيلها بعد قليل. دكتور خالد، نرحب بك مرة أخرى أستاذ حسين. برأيك يعني أستاذ حسين،
أزمة المياه بالعراق مشخصة وصار لها عدة سنوات، ليش ما تحرك أحد عليها سابقا؟ يعني تركيا قد اتخذت قرارا لا رجعة عنه، وهو قطع المياه عن العراق، وما تقوم بإرساله إلى العراق هو قد يكون وراه غرضا سياسيا. أنا لا أناقش الأمور من الناحية الفنية، لكن واضح أنه تركيا لديها أهداف سياسية، هي تحاول، هي ترى أن هذه المياه من حقها ولا يوجد أي حق، وهي متفضلة على العراق أن تطلق هذه الإطلاقات، وتتهم العراق أنه يهدر هذه المياه بشكل واضح وتذهب إلى البحر. مسألة المقايضة بين، يعني وهذه ذكرت أكثر من مرة، هي تريد أن تكون صادرات النفط عبر تركيا حتى تستفيد، وهي تريد أن تحصل على دعم من قبل العراق، يعني هي تريد المياه في قبال النفط، وهذا شعار رفع أكثر من مرة، وبالتالي سياسة قطع المياه عن العراق هي سياسة ممنهجة وتم الإعداد لها بشكل واضح، وتعمل عليه تركيا بشكل مستقل وتضغط على الحكومة العراقية. الحكومات العراقية بصورة عامة لا تستخدم أي ورقة ضغط على تركيا من أجل إخضاعها. حجم التبادل هذه حجم النقطة التبادل بين العراق وتركيا، عندك معك السيد حسين، لماذا لغاية الآن لم يتم التعامل بأوراق الضغط مع الجارة تركيا؟ الحكومات العراقية والجانب العراقي ليس بصدد أن يفتح أزمة مع تركيا. الأزمات الداخلية، حرب مع داعش، يعني بعد 2003 إذا نلاحظ كل فترة كانت الحكومة تعاني، بداية الحكومة، بداية قوات الاحتلال كانت هنالك يعني صراع وعدم استقرار وفوضى بمؤسسات الدولة، ثم انتقلنا إلى حرب طائفية وتفجير وسيارات مفخخة، ثم انتقلنا إلى داعش وسقوط المحافظة. بالتالي لا يعني العراق غير مستقر من 2003 حتى هذه الساعة. طيب هو العراق أصلاً عنده أوراق ضغط على تركيا أستاذ حسين؟ نعم، لديه الكثير، يعني لديه الكثير من أوراق الضغط، وأعتقد كان ينبغي استثمار زيارة الأمين العام للأمم المتحدة قبل عدة أيام عندما جاء للعراق، وهي زيارة كما وصفت بأنها زيارة تاريخية، ولابد أن تبحث هذه القضية مع الجانب التركي، وأن لا تسمح يعني الشكوى عند الأمم المتحدة باعتبار أن هنالك حق للعراق بهذه المياه، ولا ينبغي لتركيا أن تتصرف بهذه الطريقة. طرق أبواب المنظمات الدولية والأمم المتحدة، العراق لم يستخدم أي شكوى بشكل، إلا يمكن في الفترة الأخيرة استخدم دعوة عندما كانت هنالك ممارسات عسكرية وتدخل، استخدم شكوى في الأمم المتحدة ضد ممارسات تركيا. حجم التبادل التجاري ممكن أن يكون ورقة ضاغطة كبيرة على الشركات التركية، خصوصا أن الاقتصاد التركي هش، وبالتالي هنالك حجم تبادل أكثر من 20 مليار دولار بالسنة، وهذه أرقام كبيرة ممكن أن تشكل ضغط كبير على الاقتصاد التركي والشركات التركية. كما ذكرت يعني الكثير، حتى الوجود التركي في العراق لابد أن يتم الضغط عليه حتى تعي تركيا أن هنالك دولة، وهنالك دولة ذات سيادة، وهنالك قوى غير القوى الرسمية ممكن أن تشكل ضغط كبير على تركيا، وبالتالي يعني تضطر تركيا للتعامل أو تغير من سياستها باتجاه العراق. طيب خلنا ما نتحدث بالأسباب دكتور خالد، خضنا بها كثيرا، لكن دعنا نتحدث عن المعالجات المشخصة من قبل الحكومة، ذكرها رئيس الوزراء وذكرها معاليها السيد وزير المالي الموارد المائية، معالجات وصفت قانونية تنفيذية إضافة للحوار والدبلوماسية، لكن شنو أبرز القرارات السريعة والعاجلة اللي ممكن تستخدمها وزارتكم لمنع تفاقم هذه المشكلة وضع حلول آنية على أقل تقدير؟ يعني خليني مداخلة بسيطة على موضوع إدارة ملف المياه الخارجي. مثل ما تعرف جنابك ومثل ما ذكر ضيفك الكريم، ملف المياه هو ملف سيادي وليس ملف فني أو ملف سياسي، ملف المياه ملف سيادي. نقول ملف سيادي معناه متعلق بأعلى سلطات موجودة بالدولة، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية. وهذا الملف سابقا الحكومات المتعاقبة كان يعني لا يدار بالطريقة السيادية، وإنما كان يدار من خلال وزارات فنية، أما وزارة الموارد المائية وأما وزارة الخارجية، وكان هذا الملف يتناقل بين الوزارتين المذكورتين،
ولم يتلقى اهتمام بالطريقة التي يتلقاها الآن من دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشاع السوداني. نعم. دفع بهذا الملف إلى أبعد مدارات ممكنة وأوعز الوزارات كافة بدفع هذا الملف لأبعد مدى ممكن. طيب يعني أفهم من كلامك يا دكتور أنه من الضروري رفع مستوى التفاوض من مستوى المدارات. نعم. ملف سيادي إلى مستوى رئاسات. ملف سيادي وفيه جوانب مثل ما ذكر ضيفك الكريم، فيه جانب فني وجانب اقتصادي وجانب إعلامي وجانب أمني وجانب عسكري وجانب سياسي وحتى جانب اجتماعي وجانب أخلاقي. شوف هسه الإعلام الحر مثل قناتهم الكريمة يمارس يعني ضغط على الرأي العام وحتى على الرأي الدولي وحتى على الإرادة السياسية لدفع هذا الملف إلى أبعد مدى ممكن. أنا أتمنى أن هذا الضغط الإعلامي يستمر بالطريقة اللي تدعم الحكومة وتدعم الوزارات المختصة باستنفار جهودها. أيضا نعم. فيما يخص الإجراءات الداخلية، يعني معالي وزير الموارد المائية في بداية يعني تسلم المهمة نقل هذه المعاناة وهذه الإشكالية بإدارة ملف الموارد المائية وكل التبعات والمشاكل المتراكمة. طيب. إلى دولة الرئيس، ودولة الرئيس أوعز بهذا الجانب. ومثل ما تعرف حضرتك يعني اليوم ترأس المجلس الأعلى للمياه، وقبلها بكم يوم كان رئيس الجمهورية أيضا يعني ترأس مجموعة من المختصين. يعني هذا إجراء. فيما يخص إجراء التنفيذية التي اتخذتها الوزارة، يعني مثل ما تعرف احنا نعتمد على أمرين أساسية بإدارة الموارد المائية، هي ما يردنا من دول الجوار المائي من إيراد متحقق كمياه سطحية وأمطار قد تسقط، والخزين الاستراتيجي الموجود. هنالك يعني إشكالية كانت بالعراق والجفاف ضرب بالعراق بسبب يعني اختلاف التغير المناخي. منذ سنة 2019 لم ترد إلى العراق أي سنة فيضانية، والسنوات 2020 و2021 كانت سنوات جافة قلت الإيرادات، وبالتالي العراق اعتمد يعني جزء منا نعتقد هو كان يعني سوء تقدير وضعف تدبير، وجزء من سوء الإدارة اعتماد مباشر على الخزين الاستراتيجي، وبدأ الخزين انخفض من 60 مليار وصل إلى 7.5 مليار عندما تسلمت هذه الحكومة مهامها. هذا أمر يعني خطير جدا. يتطلب الوقوف. طيب. عنده الأمر الآخر المهم، يعني بدينا تنفيذ ثلاث سياسات وإجراءات عفوا بطريقة بوقت واحد. الإجراء الأول هو يعني ضبط التصاريف المطلقة من بحيرات الخزن والسدود إلى عمودين نهر دجلة والفرات إلا للأغراض الحقيقية الفعلية، وبالتالي استفدنا مثلا من تحقيق الرية الأولى والثانية من مياه الأمطار، وخزنا جزء من هذه نعم كانت كميتها قليلة ما تجاوزت 300 مليون متر مكعب، لكن خزناها. الأمر الآخر والمهم أنه بدينا نضغط باتجاه رفع التجاوزات بشكل فاعل ومؤثر، وبدعم وإسناد يعني توجيه رئيس الوزراء القانون المسلحة، ودعم وإسناد يعني القوات الأمنية بكل صنوفها. هذا من جانب الإجراءات والحلول القانونية. ممكن إيجاد قوانين حاليا أو تشريعها لإلزام المزارعين مثلا ومستغلين ضفاف الأنهر باتباع هذه القوانين بحسب القواعد العلمية المشخصة من قبلكم؟ شوف أستاذ العزيز، احنا أكو عندنا إشكالية مثل ما قلت لجنابك، 70% من إيرادات العراق ما تذهب إلى الزراعة، وبالتالي هنالك ثلاث مشاكل أساسية بالزراعة. ومن أتكلم عن الزراعة أتكلم عن مفهوم الزراعة وليس المؤسسات المعنية بالزراعة. أول إشكالية أنه ما تزال ثقافة الزراعة مع وفرة المياه، في حين كل العالم غادر وفرة المياه إلى أغلب المزارعين الفلاحين يعتمدون على طريقات الري بالسيح، بينما نعم هو هذا اللي يعني هو أغلب دول العالم حاليا هي تستعمل بالتنقيط أو الرش. هو هذا اللي أتكلم عنه، يعني ما زال يعيشون، والممارسات مبنية على ثقافة الوفرة. أيضا لا توجد تشريعات أو قوانين أو دعم يدفع ويحفز الفلاحين بالتوجه نحو طرق الري الحديثة والزراعة الحديثة. والأمر الثالث، إذا أكو تحفيزات ممكن أن إيجاد قانون يجبرهم على الالتزام بهذه الأساليب الحديثة. نعم، أريد أروح النقطة الثالثة حتى أروح لك على موضوع القانون. النقطة يعني الثالثة والمهمة، هنالك إشكالية بالهوية الزراعية العراقية. مثل ما تعرف حضرتك يعني كل العراقيين يعرفون، وضيفك الكريم أكيد مطلع على هذا الجانب، كان سابقا هنالك هوية زراعية لكل محافظة عراقية. نعم. مشهورة بنبات معين، محصول معين، بصناعات غذائيه معينه مرتبطه على المحصول. الان هذه الهويه مشوهه ومفقوده بسبب عدم وضوح السياسه الزراعيه وعدم السيطره على هذا الجانب. فيما يخص التشريعات،
نحتاج إلى ثلاث تشريعات. التشريع الأول هو تفويض من مجلس النواب الموقر باعتباره هو أعلى سلطة بالبلد تمثل قرار الشعب، والسلطة هي يعني طيب. لتفويض يعني رئاسة الوزراء بالتفاوض مع بإدارة ملف التفاوض بكل الصلاحيات الموجودة. نعم. التشريع الثاني يحتاج إلى تشريع يجرم التجاوز على المياه، سواء كان استخدامها الجائر أو تلويثها أو العبث بها أو محاولة احتكارها. التشريع الثالث هو يلزم المزارعين ويوقف الدعم عنهم إذا لم يكن هنالك استخدام لتقنيات الري الحديثة. إذا حددتم يعني الحلول وشخصتموها بأنها تكون حلول قانونية تنفيذية والحوار والدبلوماسية، دعني أنتقل بسؤال أخير لكم أستاذ حسين. باعتبار أن الأزمة عالمية أستاذ حسين، هل ستبدأ وتنطلق حرب المياه؟ الحرب المياه انطلقت في الكثير من الدول، خصوصا الدول التي تعاني أزمة، والدول اليوم الكثير من الدول غيرت مسار الكثير من الأنهار. لا. وأصبح المياه يعني من أهم الموارد التي ممكن أن تستفيد منها الدول، وما سعي الكثير من الدول للبحث عن بدائل أو يعني أن تطور من آليات السقي الحديثة إلا نتيجة هذه الحرب ونتيجة هذه السيطرة الكثير من الدول على مياهها، أن المياه تعتبرها مياه أقليمية دولية، وبالتالي مسألة الحرب هذه موجودة. ممكن أن تصل علاقة ما بين العراق وتركيا كما مصر وأثيوبيا؟ لا أعتقد أن العراق بصدد أن يكون، مصر تختلف، وحتى مصر مع إمكانياتها هي لا يعني لا تفكر نهائيا أن تذهب بمواجهة ومع أثيوبيا نتيجة يعني المواجهة العسكرية. حتى هذه اللحظة هي استبعدت الخيار العسكري وذهب باتجاه، لكن التوتر موجود. العراق أيضا، العراق لابد أن يستبعد الخيار العسكري، لأنه غير يعني مسألة المواجهة العسكرية غادرت الكثير من الدول، لكن هنالك الكثير من الأوراق الضاغطة التي ممكن من خلالها واضح. يعني تخفيف آثار السلبية لهذه واضح. سيد حسين شكرا جزيلا لكم، وعذرا لضيق الوقت، عضو مركز الهدف للتحليل السياسي الأستاذ حسين الكناني، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية الدكتور خالد شمال، شكرا لكما، كنتما ضيوفا كرام، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.